أهلا بكم في فيديو جديد. مسرع وإصابة 17 شخصا إثر حادث مروري بطريق جدة مكة السريع. لقى شخص مسرعه وأصيب 16 آخرون بإصابات إثر تصادم حافلة مع مركبة. وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد أن غرفة العمليات 997 تلقت بلاغا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة قدمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية. وقال 5 فرق إسعافية باشرت الحادث، ويتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع حيث تم نقل 15 مصابا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة نقلت إلى أقرب منشأة صحية فيما عالجت حالة واحدة بالموقع. وأهاب أبو زيد بجميع قائد المركبات توخي الحيطة والحذر والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة. سلم يا رب سلم، نسأل الله لهم جميعا الشفاء من كل بلاء.